اهلا بيكم من جديد مع قناه بيتك مع رنا. النهارده عايزه اقول لكم قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا ادعمونا بلايك لو الفيديوهات عجبتكم، شير يا جماعه للفيديوهات علشان نشوفها ناس اكتر وناس كتير تستفاد منها، ولو انت اول مره تسمعنا اعمل لنا سبسكرايب في القناه علشان يوصل لكم كل جديد، ولازم تفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده. لو انتوا كمان مشتركين قدام ومش بتوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، لازم يا جماعة تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل حاجة جديدة اول باول. كمان عايز اقول لكم حاجة، ان انا من اكتر الامنيات اللي اتمنيتها ان القناة توصل لمئة الف مشترك قبل نهاية السنة دي. احنا دلوقتي 95 الف مشترك، طبعا كل اللي احنا وصلنا له ده بيكم وليكم، فاتمنى ان انتوا تعملوا شير للفيديوهات اكتر وتخلوا ناس كتير تشترك معانا علشان نوصل لمئة الف مشترك. النهارده هنتكلم معاكم عن حاجه جديده شويه، زي ما احنا عودناكم بنحاول نجيب لكم كل الحاجات اللي ممكن تفيدكم وتساعدكم في البيت. طبعا كلنا عارفين الغلاء الفظيع في كل حاجه، فواتير الكهرباء زادت، فواتير الميه عليت جدا، طبعا الحنفيات اللي عندنا كمان في البيت بيكون ضخ المية بتاعها عالي، فبالتالي انا بهدر كمية مية كبيرة قوي في اللاشيء اللي هو انا مش بستخدمه. طيب نعمل ايه علشان نقلل كمية استهلاك المية دي؟ جات شركة فينوس اللي بيقدم لنا منتجاتها دايما الكاركتر الفظيع بتاع ناصح، جه ناصح قال لنا ان في حاجة انا ممكن اركبها في الخلاطات بتاعة المية ديت تقلل لي الضخ بتاع المية، وبالتالي انا هوفر 75% من استهلاك المية بتاعي، وده طبعا يعني نسبة عالية جدا لو احنا نفذناها وجات لي فاتورة المية اقل بنسبة 75%، ده انجاز هايل جدا. طب هو ايه الفرق بقى ما بين ان انا اركب الفلتر الصغير ده وانا مش مركباه؟ هشوف مثلا لو انا فتحت الحنفية كمية المية اللي نازلة كتيرة قوي، يعني انا او اي حد مش هيستخدم كمية المية دي بكفاءة، لكن هتفضل المية بتضيع مني على الفاضي. طيب الحل اللي قدمته لنا شركة فينوس ايه؟ ان انا هبدل الفلتر بتاع المية اللي في الحنفيات دي او اللي في الخلاط ده، اي حنفية هيركب عليها، اي خلاط في البيت في الشغل في اي مكان بركبه بنفس الكيفية بنفس الطريقة بكل سهولة. هطلع الخلاط اللي هو موجود اصلا في الحنفية، هفك الفلتر بتاعه وهدخل الفلتر بتاع شركة فينوس اللي قدمه لنا ناصح بكل سهولة، ما فيهاش اي حاجة. هبدأ ان انا اركبه تاني في الحنفية، مجرد بس ما اظبط الفلتر بتاعي تمام وهبدأ ان انا الفها هتركب بكل سهولة ما فيهاش اي حاجة. نشوف بقى المية بقيت ازاي بعد ما انا ركبت فلتر شركة فينوس. بصوا المية قلت جدا عن ما كانت، ولكن ادتني الكمية اللي انا ممكن اقدر ان استخدمها او ان انا احتاجها. مش هتعمل لي اي مشكلة، المية مش هتبقى قليلة، بالعكس هيبقى المية هتحسيها ان هي اشد اصلا من الاول. طب عايزة اعملها في اي حنفية تانية، اهو اي حنفية تانية، اي خلاط تاني في اي مكان هيركب عليه بكل سهولة، هيوفر لك 75% من استهلاكك للمية، دي نسبة كبيرة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لنا كمان رأيكم ايه. طيب كده الحلقة خلصت، يا رب اكون افدتكم ومش طولت عليكم، فياريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. وكانت معاكم رنا وقناة بيتك مع رنا، ومع رنا حياتك ان شاء الله احلى.